اوكي، بدنا نطبق الريجريشن باستخدام التنسر فلو والكيراس على الهاوس برايس. زي ما تعودنا هاي الكومبيتيشن بروح على النوت بوكس بعمل النيو نوت بوك. هنا بكتب اسمها هاوس برايس كيراس تي اف. صحيح. نعم. هجيت هنا ترين يا تساوي بي دي تريد عم بشوف كيف شكلها. طبعا في عندي اي دي فباخده كاندكس. تمام. بالمرة لأنه يعني إذا عملنا شغلة بدنا نطبقها على التست بنروح بنقرأ التست df وهنا تست. هنا بنشوف كيف شكل الترين وهنا كيف شكل التست. لاحظوا أن عندي هنا في التست 79 عمود، الواي مش موجودة تارجت. هنا 1459 وهنا 1460 في 80 عمود. طيب الآن احنا ممكن نبسط الموضوع انه ممكن اعمل هذا الاشي على كذا كيرنل، انه بدل ما انا اضيع وقت في ان اعالج الكاتيجوريكال فبدنا ناخذ بس النيوميريكال فيتشرز. تمام. فبالتالي هنا بدي اعرفهم ايش هما. num columns بتساوي column for column in train df. كيف؟ اوكي. كيف؟ يا ممكن ان احنا نحولها ل categorical. ممكن نخليها categorical. نخليهم بدناش نعملهم encoding، بدنا نخليهم زي ما هم ويتصرف معاهم زي ما بده. تمام. بس بدنا نحدد ايش هم. فبدي احدد هنا الكات او هذا اللي انا مسحته. columns if train df dot of the column detail وهنا بدي اتحقق انه كلامي مظبوط، الكود اللي انا عملته مظبوط ولا لا. فبدي اقول انه لين تبع النم
زائد لين تبع الكات بيساوي اللين تبع ترين بيف. إذا رجع لي ترو ما بيصوبها في كولوم عدى كيف؟ مظبوط. برضو فورس. احنا بنحكي بنتعامل مع يعني اسماء اعمده داتا تايبس تبعتها. خلينا نشوف الفرق. Object. طب نشوف الكات. شفنا النيوميريك نشوف الكات في values. وهنا بجيب لي انه الفرق لا يساوي اوكي. طيب نشوف ليش 79؟ اللين هذه بتجيب عدد الروز وليس عدد الأعمدة. حلت المشكلة. تمام. بس الباد كولومز بدنا نتخلص منهم، هدول منهم مش حل. نفس هذا الكلام، ولكن ايش الشرط؟ إذا كان
لا تساوي الست تبعت التست. هنا السيل برايس مش موجودة. اوكي كيف؟ نعم كيف؟ هذه بدنا نخرطها. بلاش نعمل دروب، هذه ممكن نعملها لسته فاضيه، وهنا نعمل فور ونقول هنا اذا الكولوم بيساوي سيل برايس كونتينو، وهنا بعمل append كيت. هذه بدنا نشوف البرنت واللين تبعها. خمسة وأربعين احنا مش جبنا الكات، وبالتالي وهذا بصير ملهاش داعي لانه سيل برايس مش كات. عددهم 15 هيك مزبوط تمام، بس بتطلب منا انه احنا نعمل ابديت للكات. وبروح بعيد ثاني مرة زي هيك، يعني هنا ممكن انه اطبع اللين تبع كل واحدة فيهم. هنا ديت كات وشوف اللين تبعها. ثلاثة وأربعين كولوم، وهنا بعد الأبديت بس احنا لسه ما عملناش دروب.
نجل. هيك انا تخلصت من هدلك، من هو مش حل بالمره، فلازم انه احنا نتخلص منه. طيب بعد هيك انا لسه ما فصلتش اكس وواي، بدي اياهم انه يضلوا زي ما هم، فبدي ارجع للوصفه تبعت اللي كتبناها قبل شوي. تبعت الايرس اوكي. خلينا ناخذ الامبورتس، امبورت خلينا نكتب لكم اياها، وهنا امبورت تنسر فلو اس دي اف فروم تنسر فلو امبورت كيراس والفيتشر كولوم from TensorFlow import feature columns. هم هذول الثلاثة، وبتحقق من الفيرجن بستورده كله. لا، عشان اذا انا بدي اكتب كيراس دوت، انه انا بستخدمها من الموديول، لكن اذا انا بدي انه امبورت تنسور فلو بس اس دي اف، بدي اضطر اني اكتب تنسور فلو دوت كيراس، فبس انه للتبسيط يعني اكثر. سياف كيراس، هذه الجملة بعملها مرة واحدة وبتسهل علي كثير، لكن انه كل جملة بدي اكتبها بدي اكتب كيراس، بدي اكتب قبلها تياف دوت كيراس، بس هاي كل الفكرة. احنا عندنا ترين دياف، وهنا ترين دياف. تمام، هيك تحولت الاسامي ل df val df train. اخذنا 20% وحط الراندوم ستيت اللي انا بدي اياها. تمام، 1033 بغض النظر، بس انه المهم اثبتها في هذا النوت بوك. تمام، بعد هيك شو عملنا؟ بدنا نحول، بدنا ناخد هاي اليوتيليتي فانكشن واستخدمها هنا، وهنا ممكن اعدل في، بلاش اعدل في الديفولت، خليني لما استدعي هاي استدعاء الدالة بغير. هنا التارجت تبعي السيل برايس، وبدي اعدل كمان انه شفل ترو، بدي اعدل في الباتش سايز. احنا انا عندي هنا 1600 او 460 صح؟ 1460، فبالتالي ممكن اخلي الباتش سايز 100 بدل ما هو 10، لانه الداتا سيت تبعت الايريس صغيره. Thank you.
نشوف شكله هذا ما اعتبره كـ ID. Unsupported object type float. Could not find type spec or ID. أقول أنا عشان في عندي missing. طيب احنا ممكن هنا قبل ما اقسم بعرف انفيوتر نشوف هل تنحل المشكلة ولا لا. from ASCII layer import dot imputer impute import simple imputer. ممكن نستخدم حاجة أريح راسي بدل ما أنا أطبق على categorical والnumerical أحط الـ strategy تزبط مع التنين constant أو median أو most frequent وهنا بده يصير انا عندي الترين ياف امبيوتد بتساوي ليه لما تكون كاتيجوريكال بيك وينت وهنا بدنا نرجع اسماء الكولومز كيف؟ نفس الايرور بس للاي دي كيف اوكي
وين؟ ما هنا لما عملت سامبل اخذت من الامبيوتد خلاص. وين هالدياغتري؟ هنا طلع ايرور مختلف انه could not لهذا first floor. انا بقول انه احنا ناخذ النيوميريكال فيتشرز خلاص. لا بالتالي هذا الكلام كله من هنا هيك. هنا الامبيوتيشن ملوش لازمة. وهنا انه الترين فيت الترين فيتشرز الترين ديف ديف اوف نم كولومز ويفضل ان نعمل ريستارت. تمام اوكي. هنا بريبير فيتشرز نفس الفكره, بس هنا بدل ما احط هذا الشورت هنا حتكون سيل برايس. وهنا اسماء الفيتشرز اللي هي من ديف ترين هي نفسها. هاي الفيتشرز هذول كلهم فلوت هنا 30 اوكي. بعدين نيجي للموديل. الموديل هنا راح يكون بدي اخذ هذا زي هيك, بس ممكن اكبر الشبكه شويه. انا احط 64 64 واخر واحد كم نيورون للسيل برايس. كيف كتير يعني قديش عدد السجلات؟ نيورون واحد بيطلع نمبر نيوميريك تمام. فبالتالي هنا حيكون في الكلاسيفيكيشن عدد على حسب الكلاس ليبل, في الريجريشن جاست 1 نيورون بس. فبالتالي هنا حتكون واحد, والاكتيفيشن تبعته بحطها بسيبها ديفولت, لا سوفت ماكس ولا ريلو, بسيبها ديفولت.
تمام. وبعدين الاختلاف الثاني غير المتريك اللوس، هنا بختار مين ابسوليوت ايرور، وممكن احط متريكس قد ما بدي اي حاجة لها علاقة بالايرور. تمام، فهنا مين سكويرد ايرور، مين سكويرد ايرور. تمام، وهنا برضو ممكن احط نفس الفكرة مين ابسوليوت ايرور، اي حاجة لها علاقة في الايرور في اللوسز. هنا بجيب الليستة تبعتهم كروس دوت لوسز دوت هاي، انا عندي مين ابسوليوت ايرور، هاي مين سكويرد ايرور لوغاريتميك، مين سكويرد ايرور، مين ابسوليوت ايرور. كله الكابيتال والاختصار هذا الصغير هو نفس الشيء يعني، بس انه زي اليسنج للكلاسز، فاي حاجه فيها ايرور ممكن هون استخدمها. اوكي، هذا الاختلاف الثاني في الريجريشن. نعمل فيت للموديل، وهنا ممكن هنا احط فيرموس بتساوي 1 100 ايبوك. خلينا نتفرج كيف بتصير الامور. في مشكلة معينة، كيف؟ هو مش ايرور، هو مش قادر يحسب ايرور. خليني اشوف عينة من البيانات. اوكي، في نان عشان هيك مش قادر يحسب الايرور، فبدي ارجع هنا قبل ما اعمل سبليت. بدنا نضطر نرجع نعمل امبيوتيشن. اوكي، ممكن نقول انه تريم لم بتساوي، وبعدين فروم اسكي فور اللي ياخذ متوسط ولا الميديان احسن، بنجرب بنغير البيت. وايش كمان بحكي انه هذا امبيوتد بتساوي فت
وبنسترجع أسماء الأعمدة. وهنا حيصير الامبيوتد. هنا اوكي تمام. هنا ايش بدي اطلع؟ هنا عندي هنا مين ابسوليوت ايرور هذا للتريننج، وفي عندي فال مين ابسوليوت ايرور، وعندي مين سكويرد ايرور للتريننج، وعندي فال مين سكويرد ايرور. تمام. بلاحظ هنا انه الفال 16 7 16 3 15 14 بيجيب. عندنا حنشوف بعد هيك كيف بدنا نعمل بلوت، بس خلينا عندنا واحدة واحدة. تمام. 14 12 10 7 4 عماله بيقل لآخر واحدة 2000، مش هي مش 2000، هي 225,000. 25,000 واحنا وصلنا تقريبا لغاية 16,000، فهذا بشجعني أكثر إنه ايش أسوي؟ إني أحط هنا 400، وهنا بديش يطلع لي، بضلوا شوية. بعد هيك بروح باخد عبر ما يخلص، ممكن نشوف السمري، وممكن كمان نشوف الفاليديشن يجيب لي اخر لفة قديش الايرور تبعها، و الان البريدكشنز عشان بدنا نسلم. خلينا نشوف بس. هي خلص. نشوف السمري، شايفينها كم باراميتر؟ 6593، واخر ايرور كان 22,000 صح؟ 22,000. نكبر النيتورك شوي. كيف؟ وين؟ لما كان الفيربوس بتساوي واحد رجع زاد. صحيح صحيح تذكرت. مظبوط. احنا عاجد حنشوف برضو كيف نعمل ايرلي ستوب، انه اذا رجع الايرور يزيد تاني خلاص لا بوقف. عادي خليها واحده واحده. تمام. بس هو يفترض انه النتورك، خلينا نجرب انه بعد ما كبرنا هنا 128، كبرت النتورك، زودت كمان 3 طبقات كل واحدة فيهم 128، حطول أكثر في التريننج شوية، ولكن لسه بعمل تريننج فت. في هذه الأثناء إحنا إيش ممكن نسوي؟ تست داتا. نظبط عليها نفس البروسيجر عشان نعمل بريدكشن ونعمل سبميت. ايش عملنا احنا في الترين؟
خدنا هي تيست ولا تيست دي اف. اوكي يبقى تيست نم بتساوي نستخدم نفس الامبيوتر بس هنا ترانسفور ونرجع اسمع الكولومز. شكله خلص. نشوف السمري هنا لما زودت صاروا 37,000 باراميتر بدل ما كان 6,000 زادوا كتير. وهنا الايرور راح ل 20,000 ووصل لغاية اوكي. خلينا نشوف انه فيربوس بتساوي 1 ونشوف عند اي منطقة بيصل اقل اشي وبنعمل ستوب بنحط الايبوكس عليها. هذا البروسيجر مش اوكي انه نعمل زي هيك لانه انا ممكن احط باراميتر تاني بس خليه اوكي يشتغل عبال ما نخلص امور التيست. شو كمان ضايل نسوي للتيست؟ خلاص بدنا نحوله لتنسور داتا. نفس المعلومات صحيح. انا ايش ممكن اسوي؟ ممكن اسوي هذا بدي اضيف عمود جديد السيل برايس وايش بيساوي بي دي دوت سيريز. اول بدي اشوف الشيب تبعه بس يخلص. هنا تبعوا معايا والله هلقيت احنا بنركز على الفال هنا 22 24 21 21. اوكي بنرجع لما كان ايش احنا كنا حاطين؟ حاطين 28 64 لا زي ما هي 100 اوكي 100 هذه كمان ستاشر ألف ولا 168,000 هذه 47,000 28,000 هو كان بالألفات بس احنا انخدعنا لما نوصل هنا. سبعين ألف مش كان 7,000 وخلاص إنه هيك بتشبع.
اوكي برجعها 0. هذه الخطوة بنعملها قبل. سوري خلينا نشوف شيب. كيف؟ صحيح. حقيقة أنا بدي أضيفه، هيني بدي أضيفه. بس بدي أعرف قديش الشيب الأول. ما هي بتضلها هيك سيل برايس. في التست مش موجودة. أول فعل شو المشكلة؟ سنشوف عدد الأعمال. سبعة وثلاثين منها ستة وثلاثين مظبوط. طيب حقيت هنا بدي أضيف لستة. إني سيل برايس يعني إنه بدي أحطه زيرو، وهنا بدي أضرب بهذا الرقم. لأنه زي هيك إيش بيطلع أنا عندي القيمة، بحط كلهم أصفار بعدد هذا الرقم. فخلينا نشوف تسلم بعديها كيف بتصير. يعني لما أعمل زي هيك لستة من الأصفار.
كيف؟ طيب احنا نفكفكها واحدة واحدة. خلينا نعمل imputation اول. في هذه الحالة احنا بدنا نعرف كمبيوتر جديد. طبعا لو فتت على train data اللي اسمها هاي بس بدي اعمل drop the sales price. هيك مش هتروح لانه مش هنحط in place بتساوي true. وهنا برجع لكم. فبالتالي انا عملت fit على نفس الحجم الاعمدة هيك تمام. يبقى التست صارت جاهزة imputed. هنا عندي واحدة تانية هنا هاخد منها جزئية الرايت هاي. شوية معقدة وتاخد شوية وقت. خليني احاول المحاولة هذه. هون ايش بدي اسوي؟ اول حاجة بدي اعمل bd.list
الفاليد يس او تيست يس بتساوي اي bd.concat او خليني ارجع لل cheat sheet فاهمين انا ايش بدي اسوي؟ بدي اسوي عمود هنا للواي واحط انه البرايس تبعه اثبته وهنا حطلب انه انا اعمل بريدكت للبرايس هذا فبالتالي هذا العمود مش حيأثر وجوده ف انا بدي اعمل بدي اضيف عمود جديد كونكات والاكس بتساوي واحد فبالتالي هنا كونكات لهذا احطهم في لستة و bd.series وهنا انه البرايس زيروز مضروب في هذا التست امبيوتد 1459 وهنا نقول له انه الاكسس واحد مظبوط نعم تس دي اف مع الواي نكون شكلها تمام هيو كله سيل برايس اسمه زيروز بس هنا ما ادالوش اسم فهنا بنعرفها as a dictionary انه هنا سيل برايس data frame sale price zeros تمام هيك انا بقدر احوله ل تيست دي اس بديله هذا وهنا التارجت وهنا نفس الباتش وهنا بعمل انه ريدز بتساوي موديل دوت شوف البريدز هاي تمام هيك صارت انه هذه البريدكتد برايسز هذا البيت سعره 16000 او 165000 واو هيك ضايل انه اكتب جزئية النتائج هذه اسهل من هذه بكثير ضايل اكتب جزئية النتائج انه احفظها في داتا فريم لايك ذس البريدز وهنا الاكس تيست نوت اندكس بس انا مش متاكد انه هي اصلا اكس تيست تيست دي اف وهنا نشوف كيف شكلها
الحين هذا بدنا نحوله لسيريز جديد سيريز must be one dimensional فجيت هاي في انه هنا دوتو جست بس هو حاططها يعني كل واحدة حاططها جوا في ليست في هذه في النمباي انه كيف نجيب بالاكسس هذه بدي اجيبها ريشيب كيف مليني ولا مش عارف اوكي هيا نجرب الريشيب حاجات هذه خلينا بس اول نشوف الشيب تبعها هذه بدنا نقول له انه هي مكونه من كيف؟ هذه صفين ثلاث أعمدة بس أنا بدي أحولها إنه ليست مكونة من رو واحد عندي روز بعدين كولوم صح؟ لا هذه ولا تلك كيف؟ طيب محاولة اليأسان انه الطريقة التقليدية انه for go in let's print r فهنا بحكي له 0 فبعمل بدل هذا مش صح ان انا اعمل زي هيك بس solve the problem هذه بدنا نحوله ل series ف تساوي bd.series هذا الكلام هنا هيك ممتاز هذه بريبس
ليست. واخر حاجه نو رايت. نعمل سبميت. مش حيطلع سكور عالي بس انه الوصفة ظابطة. بنشوف كيف انه كيف انه عملت دوب عليها. مش صح انه نعمل زي هيك. يفترض انه انا اكون عارف كيف انه اجيب هادي. انه انا لفيت عليها وقلت انه هي ليست اوف ليست تمام. بس ال 56 الوقت و 56 باقي 4 دقائق فاستسلمت خلاص. انا بديش اقضي وقت اكثر انه انا اطلع على الشيت تبع النمباي كيف انه اجيب ال حنشوف السكور العالي قديش حيطلع. هذا أسوأ سكور جبته في حياتي. أوكي. أقل سكور كان 15. في 14. Thank you.